خيرك يا مصر. دايما بنردد ونقول خيرك يا مصر، لانه الحقيقة وانا بتكلم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، خطوات بتسعى ليها الدولة، سعي مستمر لتحقيق هذا الاكتفاء من اهم محصول استراتيجي في مصر ويمكن في العالم كله. لما بتكلم على القمح فانا بتكلم عن احتياج ضخم جدا، بتحاول الدولة انها تسد الفجوة دي باقصى سرعة، لانه الحقيقة السباق مستمر، سباق سرعة ما بين القدرة على تلبية الاحتياجات والاحتياجات نفسها. فكان لازم نحضر مع حضراتكم تجربة حصاد القمح من أحد الحقول المصرية عشان نشوف ونراقب ونتابع كافة الجوانب المتعلقة بالحصاد. القمح في مصر وصلت زراعته لـ4 مليون فدان، وده رقم كويس جدا مقابل أرقام قبل كده، خاصة مع التوسع في زراعة الأراضي الجديدة واللي هتساعد في تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك. لكن يبقى الأمل دايما على الفلاح في أن يكون عنده الوعي الكافي، الوعي الكافي بكل شيء، حتى بمواعيد الزراعة المناسبة ومواعيد الحصاد المناسبة، عشان يقدر يحقق أكبر قدر ممكن من الإنتاج وأفضل جودة ممكنة، خاصة مع تغير المناخ وبالتالي تغير مواعيد زراعة القمح. أسيبكوا بقى مع الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الأعزاء، إن شاء الله بنبدأ موسم حصاد القمح. إن شاء الله يكون موسم كله خير وبركة على مصرنا الحبيبة، موسم حصاد مبشر جدا وتجربة واقعية من أحد حقول القمح بمحافظة الدقهلية، ولقاء استثنائي، لقاء غير عادي بنجسد فيه أهم مرحلة من مراحل حصاد القمح، المرحلة اللي بننتظرها كلنا واللي كلنا أمل وعندنا هدف كبير إن احنا نحقق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي. إن شاء الله بنقترب من نسبة 65% خلال السنتين ثلاثة الجايين، لكن محتاجين نبذل كل جهد، محتاجين نبذل كل عرق لإنجاح هذا الموسم وكل موسم قادم بتطوير سلالات القمح وبالعمل على زيادة إنتاجية الفدان وأيضا بالسعي لتقليل فاتورة الواردات من الخارج. النهاردة معانا عم أحمد يوسف الفلاح الفصيح بمحافظة الدقهلية، واللي خرج معانا في حلقات سابقة أثارت ردود أفعال كبيرة جدا على التواصل الاجتماعي وكانت حلقة مهمة جدا. النهاردة احنا بنتكلم على حصاد القمح، وايضا خلينا اقول لكم ان احنا لازم نشير لكل شيء بما فيه من ايجابيات وسلبيات، ونحذر المسؤولين من اي نوع من التلاعب، من اي نوع من التهرب، او حتى من خروج بعض الفلاحين عن انهم يوردوا المحصول للحكومة. واحنا هنا نحاول نسعى لانه الفلاح يكون متجه كل توجهه، هدفه الاول اولويته الاولى ان يورد محصوله للحكومة. ازاي ده يحصل؟ عندنا شوية خطوات هنحاول نشرحها لحضراتكم في هذا الفيديو. بنشكر في البداية الحكومة المصرية على زيادة انتاجية او على زيادة مقابل ارداب الفدان او ارداب القمح لحوالي 1500 جنيه بعد ما كان 865 جنيه من سنة واحدة. ده انجاز كبير جدا. زيادة المخصص من وزارة المالية الخاص بتوريد القمح للفلاحين من 26 مليار جنيه لحوالي 45 مليار جنيه. ارقام بتتحدث عن نفسها، انتاج بيتحدث عن نفسه، بنقترب ان شاء الله من كل الخير والبركة للشعب المصري. كلمنا بقى النهاردة عن الانتاجية عاملة ايه الموسم ده، الزراعة عاملة ايه الموسم ده عم احمد. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، اخواتي الفلاحين الشقيانين التعبانين، ربنا يديكم الصحة، تدعموا البلد، لان الايد التعبانة شبعانة ورسول عليه الصلاة والسلام قبلها، ولهذا ايد يحبها الله ورسوله، الرسول عشان قبل الايد التعبانة. فاشوف الفلاحين شقيانين، شوف الدراسة والجو الحر اللي احنا فيه، يعني كتر خيرهم وربنا يديهم الصحة. احنا الوقت القمح ان شاء الله السنة دي الدولة تبشر بالخير، القمح عامل زي الحمص ما شاء الله، حباية كبيرة، الحباية كبيرة والقمح دقيقه كتير ان شاء الله، والضم عاد آلي، ما عادش طين، ما عادش طين ولا عاد شوائب ولا عاد اي حاجة تخلي باي حاجة في المحصول، يعني ما شاء الله. بالنسبة للقمح ده يعني امن قومي، بالنسبة للقمح للشعب المصري امن قومي،
واللي ما يملكش قوته ما يملكش قراره. فاحنا عايزين ان شاء الله الحكومه تدعمنا. هي الحكومه دعمتنا وكتر الف خيرها، يعني رفع سعر القمح وكتر الف خيرها، بس برضه فيه سلبيات خفيفه. يعني ازاي الرده تجي لنا ب 12 جنيه الطن، يعني جينا الطن ب 12000 وياخد مني القمح ب 10000. طب هو ده هيؤدي الى تسرب بعض القمح، هو ده حرام. يعني القمح للبني ادم مش للحيوان، اللي يعمل كده يبقى حرام عليه. انا بقول للفلاحين، قال لي يعني لان الحكومه بتاخد منك القمح ده وترجعه لك تاني ببلاش، انت بتقف على طابونه العيش وتشتكي وتقول انا ليا حق عاوز اخده، يبقى من حق الدوله عليك انك تورد القمح. وارجو من جميع الفلاحين ان يوردوا القمح على حيازتهم علشان خاطر ما يقعوش في خطا، لان انت دلوقتي ارضك مزروعه قمح، ارضك مزروعه قمح وما وردتش للدوله. مش عرف الدوله بقى ان انت بعت التاجر، والتاجر ودى فين الله اعلم. يبقى احنا عاوزين الفلاحين اللي يوردوا للدوله علشان خاطر يسددوا على الحيازه، لانك انت الحيازه دي مثبوته ان هي مزروعه قمح، فعندك فدان او نص فدان او خمس فدان مزروعين قمح وخدت عليهم كيماوي مدعوم ومثبتون في الجمعيه الزراعيه. طيب انت بقى لما تبيعه للتاجر اللي هيثبت للحكومه ايه؟ يعني انا عاوز اعرف يا فلاحين، يعني احنا السنه اللي فاتت عدت معانا يعني عشان كانت اول سنه، طب السنه دي هنعمل ايه؟ فكل واحد يورد عن حيازه القمح، ولازم ندعم الدوله. الدوله زمان مشجعانا احنا ندعم الدوله، ما نقولش بقى ده احنا زمان بنقول كده ايه؟ ده التاجر هياخده زياده 20 جنيه، لا ده انا اديه للدوله بناقص 100 جنيه، ليه؟ لان هو بيجيني تاني ليا انا وعيالي، انا بروح على الطابونه الصبح اخد عيش اخد خمس ترغيفه للفرد. يبقى دي احنا ندعم الدوله، نقف جنب الدوله. لما نقف جنب الدوله هتحدد السعر المظبوط لينا السنه الجايه والسنه اللي بعد اللي جايه. وطبعا السنه دي يا جماعه الشيء مختلف جدا. طيب. خلال 24 ساعه بنقبض الفلوس، يعني الدوله برضه يعني انت السنه دي كان السنه اللي فاتت بتقعد كتير على مشان تقبض فلوسك يعني. كنا بنقعد 3 ايام ولا 4، لا الوقت 24 ساعه. 24 ساعه تقبض فلوسك، والناس اللي في الشؤون محترمه بتفرز القمح وبتدي له حقه، لان القمح ما عادش وحش، القمح كله مضموم آلي زي ما انت كله مصر. جوده 23.5. لا يعني ممتاز. مش لا في ناس بقى حاجات خفيفه ارض بتقلع ولا بتاع دي بتاخد 22.5 مش مشكله، بس خف عن زمان. زمان كان مضم بالايد وكان الغله بتقلع فيها نص عشير. يعني الدوله دلوقتي لما تدي للقمح سعر حلو، لا ده القمح ممتاز، القمح ممتاز، القمح مش وحش. والسنه دي ما شاء الله المناخ والجو حلو جدا جدا. بس برضه في حاجه هقولها لكم، احنا السنه اللي فاتت قلناها والسنه اللي قبلها قلناها وما اتحققتش لعند دلوقتي يا استاذ محمد. اللي هي ايه بقى؟ قلنا تغيير المناخ. احنا دلوقتي تاخير زراعه القمح. عليك نور. يعني احنا دلوقتي احنا النهارده 8/5/2023، الدنيا ساعة لسه، الجو برد في هواء لسه برد، يعني برد لسه مش عارف ممكن صوت الهواء يطلع لكم في المايك غير صوت الشغل ده، فاحنا بنعتذر لحضراتكم يعني عن اي صوت يعني. فطبعا دي تغيير مناخ. فانا بقول للفلاح ازرع القمح في اول 12، ما عادش حاجه بقى 15 11 ولا اول 11. ليه؟ اصل في فلاحين بينزلوا على التواصل الاجتماعي وانا بقراها على النت بيقولوا الفدان جاب 10 قراديب. يا عم ما انت بتشوف ده زرعت امتى؟ ما انا قايل لك السنه اللي فاتت. يعني بيشتكي؟ بيشتكي من محصول ضعيف. هو 10 قراديب ولا 10 طن بتتكلم؟ 10 قراديب. 10 قراديب. يعني طن وربع. طبيعي يجيب كام؟ هو طبيعي يوصل ل 22 و23 من يعني، بس احنا كام طن الفدان؟ 3؟ الفدان لو جاب 20 يبقى 3 طن. 3 طن. خلي بالك ده المتوسط اللي احنا بنشوفه. فاحنا دلوقتي اللي بيجيب المحصول ده مين يا جماعه؟ معلش يعني الناس اللي بتزرع في المعادي المظبوط. انا عندي قمح الاستاذ محمد مصوره اهو، لسه بنحصد بنضمه، لسه الاوتوموبيل بيضم القمح وصوره هتيجي لكم. ده مزروع 20/12 ورا بطاطس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا. وفي ناس زرعه 15 واحد والقمح بتاعي لسه موجود في الارض وقمح لا يوجد. لا يعني انت بتقول لي زرعت 20/12 وفي ناس زرعت 15 واحد 20/12 وطالع. انت بتتكلم على جوده اعلى في الانتاج، بتتكلم على تاقلم افضل مع المناخ بعد تغيره وتاخر فصل الشتاء. كان الأول عشان نتكلم ببساطه يعني كان الاول ممكن تزرع في شهر 10 11 مثلا، كان بنزرع اول 11 اول 11 النهارده افضل ميعاد لزراعه القمح امتى؟ لا نزرع اول 12. يعني هي البحوث الزراعيه قايله 15 11 بس انا على تجربه في الارض وعلى تجربه الزرع بتاعي لا اول 12 لان القمح الواخري كله ممتاز، كله ممتاز. القمح اللي ورا البطاطس انت استفيد بارضك يا اخي،
بقت ارض خاليه من شهر 9، اول 9 بتبقى الارض خاليه من الرز. اقدر هتطبط برسيم لبهيمك، بدل ما تعمل فدانين برسيم اعمل فدان واحد وازرع الثاني قمح تستفاد ببرستيل لعيالك. التكاليف غاليه وكل حاجه غاليه. وانا برضه يعني الجماعه بتوع الدراسات الله يكرمهم بقول لهم ارحمونا شويه، يعني اول السنه كانت السنه اللي فاتت الدريس ب 220، اجوا اول السنه خلوه ب 250، قلنا ماشي الزيت غلى والكاوتش غلى وكتر خيرهم. لما الجاز يغلى 20 جنيه يروحوا رافعين على الفلاح في الساعه 50 جنيه. 20 جنيه الصفيحه اللي هي صفيحة. اللي هي 20 25 لتر مثلا صح؟ اه يعني او 20 لتر يعني. يعني الصفيحه بتشغل الجرار 4 ساعات. خلي الجرار مفوت هي زادت 20 جنيه، رفعوا كم؟ رفعوا 50 في الساعه. 50 جنيه؟ اه ده كتير. يعني هو بيستهلك في الساعه 20 جنيه زياده صح؟ اه لا بيستهلك الصفيحه دي بتقعد قد ايه؟ 7 جنيه زياده. 7 جنيه زياده؟ اه خلي الساعه جبت خلي ال 20 جنيه الصفيحه جبت 3 ساعات. يبقى زياده 7 جنيه في الساعة، يعني 21 جنيه في 3 ساعات. بيزودهم 150 جنيه. أيوة. في الثلاث ساعات. أيوة. وطبعا الفلاح عاوز يدرس قمحهم الارض وعاوز يزرع الارض. فيا جماعه يعني عاوزين يبقى فيه رحمه شويه بالناس، رحمه احنا بالناس. احنا لما بنتكلم على ارتفاع سعر السولار اللي هو بيسموه الجاز بنتكلم على ارتفاع 1 جنيه. فحضرتك لما طلع 1 جنيه الجنيه ده ما كانش ارتفاع على الفلاح جنيه فقط، لا ده بقى ده هم بقى يغنوا كل صاحب بقى يعني آلة بتحرط او بيسموها ايه بتضم الارض بتساعد في الحصاد بيزود بقى زي ما هو عايز وبيتفقوا على سعر مع بعض. فطبعا ده بيأثر على الفلاح وبيأثر على برضو المبالغ اللي بيدفعها بتكون اكبر شويه. طيب عايز اقول لك بقى على حاجه مهمه عشان نخش في الصميم. هل في فلاحين بيبيعوا الغله بتاعتهم خارج الدوله خارج الشوان لتجار؟ في كتير لسه لعند النهارده بيبيع للتجار، والتجار الله اعلم بيودوها فين. طيب هو بيبيعها للتاجر بكام؟ بيبيعها للتاجر ب 470. لا انا بتكلم على الاردب يعني 1470. طيب ما هي الحكومه بتاخدها 1500. عليك نور، بس عشان هو ما يروحش يقف قدام الشونه وياخد جرار بالشيء الفلاني والكلام ده. بس دي مش دي المقصود يا جماعه. المقصود ان انت هتقع في مطب تاني بعد الحصاد ما يخلص ونعمل جرد للحيازات. هتلقى الفدان، انا عندي فدان ما ورطش، ازاي دي ما ورطش؟ غلط راحت فين؟ هيتعمل له محضر. يعني ده بيتضرر قانونا يعني. ده مشكله. مشكله كده. مشكله. طيب هو الفدان يورد كام اردب؟ يعني الحكومه ليها كام اردب الفدان؟ الحكومه قايله 13. 13 اردب. بس احنا بنورد اكتر يعني اللي ربنا بيبعته من وديه. الفدان ده بيجيب 20 مثلا صح؟ بيلاقي يجيب يعني اللي هو بدري ده يجيب له 18 او 17. خلينا في المتوسط، اصل احنا دايما يا استاذ محمد اي حاجه نتكلم في المتوسط لان في اقل وفي اعلى. فنتكلم يعني قول 18 متوسط. خدت بالك سيادتك ازاي؟ طيب احنا دلوقتي يعني هم 18 يعني خلي ال 18 ب 1500. اللي زارع عدس هيكسب عنه، الناس زرعت عدس كتير وناس هربت من القمح. فاحنا عايزين الدوله، انا والله 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 انا قايل الكلام ده من سنين فاتت، قايل الدوله ممكن تكتفي ذاتي لو زرعنا وخدنا القمح بما يرضي الله. احنا عارفين اي الدوله عبئها كبير، يعني هي بتجيبه لنا تاني في رغيف عيش ببلاش. أيوة. بيجيبهم 5 قروش يعني ببلاش، ده العبء جامد على الدوله. أيوة. بس الفلاح غلبان يعني. النهارده ما تيجي تدور على الدراسه اللي شغاله دي حواليها 2 4 6 انفار او 7 انفار. السبع دولت الساعه ب 50 جنيه الواحد. شغله الساعه ب 50 جنيه. يعني السبعه في الساعه كان ب 350 جنيه والجرار 300، يبقى الساعه ب 650 جنيه. 650 جنيه الفدان هياخد له ثلاث ساعات. ثلاث ساعات يبقى 1800 جنيه مثلا. 1800 جنيه يوم بس الدريس. ده يوم الدريس غير عربيه هتشتري القمح تروحه وهترجع تاني توديه الشونه ومشاكل كتير بتقابل الفلاح. فاحنا برضو احنا عايزين ندعم الدوله. انا بناشد الفلاحين، جميع الفلاحين على مستوى الجمهوريه. انت يا راجل، انت يا فلاح، انت بتروح قدام الفرن الصبح تقول ده انا حقي وعايزه. انا ادي للدوله ناقص 200 جنيه مش 50 جنيه ولا 30 جنيه. انا ادي للدوله اللي انت بتديه للتاجر الله اعلم بيوديه فين. الدوله عامله برضه مراقبه وكل حاجه في الدنيا، وازاي ما يطلعش من محافظه لمحافظه والكلام ده كله، بس هم لهم طرق وازاي بيسربوا الامن. يعني احنا زي ما اتكلمنا قبل كده وكنا مباشرين مع حضراتكم، انا والراجل ده طلعنا في اكتر من حلقه من سنه واكتر وطالبنا، والراجل ده طالب قبل كده انه الارداب بيصل ل 1000 جنيه وحصل، والنهارده بيصل الارداب ل 1500 جنيه. يعني مطالبات الفلاحين محل نظر الدوله، المسؤولين بيبصوا على ده وبيبصوا على المحتوى اللي احنا بنقدمه ده عشان يصل لما يقول الفلاح للمسؤولين في الدوله. لو في كسور في شيء احنا بنشير ليه، ولو في ايضا شيء الفلاح المفروض يعمله ومطلوب منه يجب ان احنا نشير اليه. لان حضرتك زي ما بتطلب رغيف الخبز المدعم
يجب ان تسلم المحصول بتاعك جزء منه للدولة عشان اخوك المواطن اللي المفروض ان هو عايز الرغيف او الشيلن ده وما يجدوش يجدوا عن طريقك وعن طريق هذا المحصول. احنا بنحتاج 10 مليون طن عشان الخبز المدعم ده، يعني مصر احتياجاتها من القمح 22 مليون طن، منهم 10 مليون طن للمدعم لوحده والباقي على بقيه الاغراض المستخدمه في القمح. الرز غاليه اي وكل حاجه غاليه اي، بس احنا برضو دي ندعم الشعب، لان هيجي لي تاني انا ليا والعيال، هيعود عليا انا وعيالي، دي هيعود عليا انا وعيالي. احنا السنه اللي فاتت كنا بنطالب، كان ب 800 وكنا بنطالب ب 1000، وانت كنت معايا في اللقاء وطالبت ب 1000. بس يعني معلش، يعني احنا عندنا رئيس جمهوريه محترم، انا سمعته يوم كان بيفتح المصنع بتاع السماد اللي في العين السخنه دي، قال يا جماعه انا هحدد سعر اقل سعر ما ينزلش عنه القمح. يعني يا جماعه يعني نقف وراها، راجل محترم، راجل بيكفيه علينا الامن اللي احنا فيه يا جماعه. شوفوا السودان، الناس اللي اتهانت طلعت من بيوتها، والناس اللي هجرت، ده كلام فارغ اصلا. فاحنا عندنا رئيس محترم، لازم ندعم الدوله، لازم نساعده من لوحده، يعني لازم كلنا نساعد، الفلاح يساعده، العامل يساعده، اي الموظف يساعده، يتبع لعمله، فكل واحد يبقى ناجح في عمله. انا ما اعرفش في السياسه، انا راجل فلاح اتكلم في الفلاحه، راجل سياسي اتكلم في السياسه. ترجم لك اللي انت بتقوله، خلاصه اللي بيقوله عم احمد في جمله واحده، انه نجاح الدوله وفشلها مش بيد الحكومه لوحدها او رئيس الجمهوريه لوحده. نجاح الدوله هو تكاتف مواطنين، كل في قطاعه، كل في عمله. نجاح الدوله ليست مسؤوليه الرئيس لوحده، وكل عيب احنا شايفينه وكل مشكله احنا شايفينها او حتى ايجابيه ليست بسبب الرئيس لوحده. خلينا فاهمين ده، يعني تاجر بيحتكر هيعمل مشكله، واحد بيتاجر في اي شيء غير شرعي او غير سليم هيعمل مشكله. كل ده النهارده بيكون اعباء على الدوله. دوله فيها 100 مليون مواطن، متخيل حضرتك؟ الدوله النهارده اصبحت ملجا لكل الدول المجاوره، وفيها 9 مليون لاجئ، ودوله بجوارها كل دول فيها مشاكل، والحمد لله رغم كده عندنا خير مبشر جدا هذا الموسم، ان شاء الله نحقق الاكتفاء الذاتي قريبا. بلد بقت 100 مليون و10 هيعمل ايه؟ لازم يعمل مشاريع، ولازم يعمل مدن جديده. الناس بيقولوا لا المدن لازم يعمل، امال الناس هتعيش فين؟ المساحه قصدك الحاليه الشريط اللي جنب النيل ما يستوعبش؟ لا يعني المواصلات، لازم قصدك تنطلق في الصحراء شويه. لا والطرق اللي بيعملها والكباري، كل محافظه فيها مشاريع وفيها كل حاجه، اللي بيبني بيت النهارده بيتأزم. فاحنا يا جماعه يعني الرئيس بيهتم بالبلد وبيهتم بينا كلنا، فالجماعه اللي بيعملوا اشاعات على النت والكلام ده بلاش من ده يا جماعه، بلاش يا شباب من الكلام ده. احنا جا علينا ايام كلنا الشعير عيش سنه 67 وكلنا الدور الاصفر عيش، انتم بتاكلوا بوقكم معلقه من ذهب. الناس هتعلق على الكلمه دي، بس ده الصح. انت راكب موتوسيكل وشايل محمول وبتجري والدنيا بخير، انت اي صح الدنيا غلت، بس معاك الفلوس تجيب، والدوله موفره لك الامن انك تعمل. يعني الامن مخليني اشتغل في غيطي، لو ما فيش امن هغيط ازاي؟ ما انا هتسرق وهتضرب. فاحنا كل واحد يا جماعه بطلوا الاشاعات وبطلوا الكلام وحافظوا على بلدكم. انت يا شاب اللي بتجري في الشوارع بالموتوسيكل، ما تيجي تشتغل معايا في الدراسه الساعه ب 50 جنيه ما هترضاش. اهو يعني هو ثلاث ساعات ياخد 150 جنيه على طول، ما هو الشغل قدامك اهو، العمل شغال قدامك اهو ما شاء الله. فيعني يا جماعه احنا نتعب شويه وكل حاجه، بس الحمد لله البلد بخير، البلد بخير، البلد بخير، البلد بخير، وربنا يجعلها بخير. وشكرا يا استاذ محمد. سعره يعني سعره المفروض يبقى هو، انت كنت بتتكلم في 865 بقيت تتكلم في 1500 الاردب ماشي، بس برضه كل حاجه غلت، يعني الشغل البابور غلى وكل حاجه غلت، يعني والسباخ نقله السباخ النهارده بتوصل 1000 جنيه لما توصل الارض. البابور ده واللي بيسموه التومبيل ده بيقف عليكم كام؟ الساعه ب 300 جنيه 300 جنيه. بتعمل كام ساعه يعني انت الارض دي فدان؟ فدان. اخدت منك كام ساعه؟ ثلاثة؟ ثلاث ساعات. ثلاث ساعات 900 جنيه. وفرق حواليك 900 جنيه. وفرت 900 يعني شغلك مثلا، شغلك ده يعادل اردب ونص مثلا. التكلفه غاليه برضو. وطول السنه بقى يعني. بس انا بتكلم لسه ما لسه ري وحرت وبتاع. زرعت المحصول امتى؟ في 11 يوم 11 بالظبط. 11 النهارده 8/5 ولا كام؟ 8/5 يعني 11 ل 8/5 ده مده المحصول معاك. 7 شهور. مش كتير؟ كتير كتير. يعني انا الجو السنه دي مو زي كل سنه، الغله غابت السنه دي. يعني الغله دي طولت شويه السنه دي. السنه دي الجو مختلف عن كل سنه. المناخ المناخ يعني اللي زرع وخري احسن من اللي زرع بدري. يعني اللي زرع في 12 احسن. ايوه اللي زرع في 12 اللي قبل في البركه
طب انت ليه ما زرعتش وخري زي ما عم احمد بيقول؟ لان احنا كانت الارض خاليه رز قعدت شهرين خالي. طيب ما انت محتاج بقى بعد كده تركز في الحته دي، والشهرين دول استغلهم في حاجه. لو هتزرع بطاطس ينفع تزرع بطاطس فيهم؟ لا 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 ما تلحقش برسيم، يبقى انت ارضك ما تبقاش خاليه والفتره دي كمان تستغلها وكمان تاخر زراعه الغله بتاعتك. هي اصل كل سنه لها ظروفها، المفروض الغله من يوم 5/11 لا ما احنا قلنا الكلام ده بقالنا سنتين بنقول المناخ اتغير، بقالنا سنتين بنقول اخروا يا جماعه زراعه القمح، اخروا زراعه القمح لان الجو اتغير واحنا داخلين على ان احنا دلوقتي في شهر 5 ولسه بردانين اهوت. فعلا تغير المناخ. فاتمنى رسالتنا توصل ان الناس كلها اللي بتشوفنا الفلاحين اخواتنا المزارعين، وانت بتزرع القمح راعي الموعد الدقيق، ما عادش زي زمان، زمان غير دلوقتي. تمام ربنا يوفقكم ان شاء الله. يصلح حالك يا بيه. شكرا. بنشكر حضراتكم جدا، نتمنى الحلقه دي تساعدونا في نشرها وتكون حلقه مهمه جدا في الحلقات اللي احنا بننزلها من ارض الواقع. بنشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.